أثارت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي العنود اليوسف جدلاً واسعاً بعد خلعها النقاب على الهواء. وفي التفاصيل نشرت مشهورة سناب شات فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث مع شابة وقالت لها أنه عليها خلع النقاب والكشف عن وجهها، إلا أن الفاشينيستا السعودية بقت متمسكة بالنقاب كما حاولت صديقتها إزالته إلا أنها لم تقبل. فكي النقاب، شيلي النقاب، شيلي. ليش؟ أنا قلت لك شيلي النقاب بشيل نقابي. أنت ليش كل من وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الفيديو، حيث علق البعض مناقشة الموضوع بالتكرار حتى يمل المتلقي، وفي حالة رمي النقاب رح تلاقي الكل يقول أخيراً شلتيه، افتكينا من محتواك، وما راح تلاقي هجوم، راح تلاقي ناس تؤكد انتصار تحليلاتهم. ليست المرة الأولى التي تقوم بها العنود اليوسف بهذه الحركة، حيث نشرت سابقاً فيديو على حسابها الخاص على سناب شات تسأل متابعيها عن رأيهم في خلع النقاب وظهوري بوجهها للمرة الأولى. نفخة. كلمة أقصد. يذكر أن اسم العنود اليوسف تصدر مواقع التواصل منذ فترة بعد تحول النقاش بينها وبين صديقاتها إلى خلاف بشأن حرمانية الترحم على الأميرة ديانا بعد أن ترحمت عليها إحداهن لترد عليها صديقتها بأنه لا يجوز الرحمة على شخص غير مسلم، فيما ردت إحداهن قائلة جتنا المطوعة. أميرة أنا أشبه ديانا. والله أشبه. ترى هي ديانا، ترى مو واحدة من البنات. ملكة ديانا، ملكة حقت بريطانيا، هي وليطة بريطانيا. وانا نقول ما اشبه لها، انا احلى.